أقامت جمعية تنمية الديمقراطية مساء أمس ندوة تحت عنوان تطورات الملف الإيراني وتداعياته على دول المنطقة بمشاركة عدد من المختصين. وأكد المشاركون على التطور الملحوظ في العلاقات الإيرانية مع باقي دول العالم في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران والتي فاز فيها الرئيس حسن روحاني. إن تغير الأجواء السياسية في إيران تجلى في السياسة الجديدة التي كرستها الجمهورية السابعة، وإذا كان من الصعوبة بمكان الحديث عن التغييرات والأجواء السياسية الجديدة في الداخل، فإن نظرة واحدة على الحفاوة والاهتمام منقطع النظير الذي لاقته زيارة الرئيس الإيراني الدكتور حسن روحاني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكلمته التي ألقاها والمقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام والطلبة ومراكز الدراسات، نظرة واحدة تكفي ملاحظة التغيير الكبير والأجواء الإيجابية التي تركتها الانتخابات على الساحة الخارجية. هناك إجماع بين النخب الإيرانية على أهمية تطوير البرامج النووية، فعلى الصعيد الداخلي يلاحظ أن المشروع النووي الإيراني أصبح مشروعا نوويا قوميا وقضية اتفاق بين الإصلاحيين والمحافظين، حيث تعتقد الأغلبية من النخب في إيران بأن السلاح النووي يعد ضمانة وحماية للجمهورية الإسلامية، بينما ترى دول الخليج بأن البرنامج الإيراني النووي يهدف إلى الحصول على أسلحة نووية. التطورات الجديدة والحديثة والسريعة التي الآن نحن بصددها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية تتطلب منا نحن في هذا الطرف من الخليج بالذات أن أيضا نكون على نفس المستوى من التطور، أن نعي ما يجري بين الطرفين وأن نقدم ما يجب أن نقدمه بالتوازي مع ما يحدث، لا نكون متأخرين ثم نأتي ونقول لماذا لم يتم هذا أو لم يتم ذاك.